لحاجة ألطف شوية وجميلة شوية وفيها جو رمضاني. احنا دلوقتي عارفين بأنه على الهواء مباشرة معانا افتتاح وزير الثقافة لمركز الخزف والحرف التقليدية في الفسطاط. يعني في هذا المركز هناك سوق رمضان للحرف التقليدية وأيضا اليدوية، زي ما احنا شايفين في اتجاه للدولة بشكل عام لدعم الصناعة الوطنية وإحياء التراث خاصة فيما يخص الحرف اليدوية. احنا كمان هيكون معانا الزميل محمد أبو شلب ليطلعنا عن تفاصيل أكتر، واحنا شايفين على الهواء مباشرة وزير الثقافة حلمي النمنم في افتتاح سوق رمضان. هنروح لزميل محمد أبو شنب يتلان عن تفاصيل أكثر فيما يخص هذا السوق الرمضاني في مدينة الفسطاط. يعني زي ما احنا شايفين واضح انه المكان كبير، سوق رمضان كبير، واضح انه في عدد من الحرف المتنوعة. وايضا الوزير بيتفقد يعني هذا السوق على الهواء مباشرة، شايفينه في عدد من الحرف اليدوية الموجودة في هذا السوق من خزف وحرف تقليدية. وكنا شايفين من شوية كمان دي واضح انها عمل يدوية، ده خزف كمان. مصر يعني لديها من التراث فيما يخص الخزف والحرف اليدوية الكثير، ولكن محتاج تدعيم من الدولة وده اللي بيجري الآن. محتاج ايضا تدعيم للصناع حتى يستمروا في هذه الحرف ويحسنوا منها. بعد شوية ممكن نصدر كمان هذه الحرف. ده الوزير حلمي النمنم واضح انه بيتفقد بقلب يعني، او هو كمان مهتم ب هذا المشروع، واللي من الواضح كمان انه في عدد كبير من المشتركين. ده كمان دعوة لكل المصريين في رمضان، ورمضان شهر يعني بيكون فيه هذا الجانب التقليدي عالي عند كل الناس انهم يروحوا لهذا السوق، سوق رمضان في مدينة الفسطاط في مركز الخزف والحرف التقليدية ايضا ليطلعوا على اخر. احنا معانا زميل محمد ابو شنب على الهواء اهو بيحاول يتحدث مع الوزير حلمي النمنم. نعم. طيب شكرا جزيلا يا سمر. يعني زي ما سيادة الوزير طلب، خلينا نرجع للوحة اللي هو شوية أشاد بيها وقف قدامها فترة. هذه اللوحة هي من أعمال أيدي المصرية. النهاردة كلنا موجودين في متحف الخزرف والزخرف للأعمال التقليدية المصرية. سيادة وزير الثقافة المصري حلمي النمنم والدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، عفوا إذا كان هذا التايتل مظبوط ولا، الحمد لله. يعني النهاردة كلنا شاهدنا منذ لحظات وصول السيد الوزير إلى هذا المكان لإعلان افتتاحه عن سوق جديد آخر يسمى سوق رمضان. سوق رمضان هذا السوق الذي ينوي استخدام الحرف اليدوية كمصدر وإنتاج رسمي. يعني بعيدا عن تحكيم هذه التفصيل، أنا سأشرح هذه إليكم بعد طبعا لقاء سيادة الوزير والدكتورة نيفين. في البداية سيادة الوزير رمضان كريم، كنا مع بعض أول امبارح في المنيا والنهاردة بنتقابل مع بعض في الفسطاط. كل سوق رمضان لا احنا النهاردة في سوق او مهرجان الحرف التراثية. دي مجموعة من الحرف بيكون بها فنانين مصريين وحرفيين مصريين مستقى من التراث المصري والتراث المصري بمختلف مراحله، سواء الفرعوني او العربي والاسلامي او حتى القبطي في العصور الوسطى. وده اللي بيتقال عليه في العالم دلوقتي الصناعات الثقافية، انه في الاهتمام في العالم دلوقتي بما يسمى الصناعات الثقافيه. يعني احنا لما جاء الوفد الصيني وزير الثقافه الصيني وتبحثنا معاهم، كان 90% من تركيزهم على الصناعات الثقافيه عندنا وعندهم، وبقيه اوجه الثقافه كانت تقريبا بالنسبه لهم هي الباقي حوالي 10%.
واحنا والحمد لله احنا عندنا يعني تميز كبير جدا. احنا رحنا الصين في معرض في الصين منذ عدة اسابيع، وكنا مشتركين ضمن 3000 جناح مشارك، ومصر خدت الجائزة الأولى المركز الأول أو جائزة التميز، وخدنا جائزة التميز هذه الحرف وهذه المصنوعات اللي بيبدعها فنانين وحرفيين مصريين. أنا آسف لمقاطعة سعادتك، يعني أنا الفترة الأخيرة كل سنة وسعادتك بخير ورمضان كريم، كنا بنعمل تقرير على الفانوس المصري، وملخص هذه التقارير كان واضح أن الأيدي المصرية والفانوس المصري عاد بقوة بعد منع الاستيراد مرة أخرى. هل هذا الاتجاه هو واضح من قبل الوزارة ككل ومن قبل الحكومة؟ لا، هو كان منع استيراد الفانوس من العام الماضي، وده قرار حكيم اتخذته وزارة الصناعة والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية. واحنا في هذه المسألة احنا بس نطور الحرف اللي عندنا بحيث ان يكون لدينا ما يكفي السوق المصرية، ثم بعد ذلك نفكر في هذه المسألة، لانه هذه الحرف معظمنا او في كثير من الدول بيعملوا زيها بيقلدوا ده. ويمكن احنا كان منذ عدة شهور مصر شاركت في معرض للأسر المنتجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكلمتني وقتها معالي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة الغالي ان احنا نبعت مجموعة من الحرف عندنا، لان بعض الدول العربية بعتين ده. فما بعتنا مجموعة من الحرفيين وحرف من هذا النوع وحرفيين مصريين تقريبا يعني اكتسحوا كل اللي كانوا موجودين. يعني كان في وضح ان المنتج المصري في مسافات بينه وبين المنتج الاخر، في سواء في الخزف سواء في النحاس سواء في الخشب وغيره وغيره. فاحنا عندنا تاريخ عريق وعندنا منتجات متميزة جدا، بينقصنا حاجتين، ان احنا مسألة التسويق ومسألة الدعاية، وبعد كده بحيث ان السوق المصرية تكون تتجه الى ده وتكتفي به وتستوعبه. احنا سوق كبيرة، احنا 91 مليون. عايز اروح للدكتور ريفين بعد استاذك سياده الوزير واسالها سؤال، كم من المصريين مشاركون في هذا السوق بالاعمال؟ يعني انا شخصيا شفت بره في السوق والمعرض تحديدا بعض من الساده النوبيين وبعض من الساده من اهل الفيوم، كتير من المحافظات المصريه اصحاب الحرف اليدويه. يا ريت تدينا تفصيله كبيره عن كم من المشاركين في هذا السوق يا فندم. السوق المقام النهاردة ده سوق بيرعاه صندوق التنمية الثقافية في مركز الحرف التراثية في الفسطاط، بيقدم الشغل بتاع المركز في الحرف المختلفة زي الخشب والخزف والصدف والنحاس والمنسوجات، يعني وبنستضيف معانا بعض الجمعيات الأهلية، لأن جزء من دعم الصندوق بيروح للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الفنون والثقافة والتراث. بنستضيف الجمعيات دي عشان تعرض الأعمال بتاعتها، بنقدم لهم مكان يسوقوا فيه المنتجات بتاعتهم كدعم من الصندوق ليهم، وفي نفس الوقت بنعرف أهل القاهرة على المنتجات التراثية في الأماكن المختلفة زي الواحات والنوبة وأسوان والعريش. وإحنا النهاردة معانا جمعيات أهلية من العريش جايبين المنتجات بتاعتهم، وهم كان استضفناهم قبل كده في الاحتفالية بتاعت أعياد سينا، وكان في إقبال كبير جدا على المنتجات بتاعتهم، فده شجعهم إنهم يجوا تاني بأعداد أكبر ويشاركوا معنا لمدة 3 أيام في السوق المجاني اللي احنا عاملينه. يعني لو عندك رسالة النهاردة لكل المجتمع المصري اللي شايفنا دلوقتي على الهواء مباشر تقولي له إيه؟ أقول لهم إن احنا عندنا ثروة من الحرف التراثية، وفي اقتصاد شعوب كبيرة جدا قام في البداية على الصناعات الثقافية في الحرف التراثية بالذات، ودي مصدر من مصادر الدخل مهمة جدا اللي احنا واجب علينا إن احنا نهتم بيها. برجع تاني سيادة الوزير، انت حضرتك وجهت لي إن في حاجتين لو قمنا بيهم كويس قوي ترجع مرة أخرى الصناعة المصرية، التسويق رقم واحد، والكفاءة في ارتفاع أو يعني زيادة المنتج إلى تقنية أكبر وما إلى ذلك. ماذا لو وجد هاتان الشرطين؟ أظن أن احنا يعني أعلن في الأسابيع الأخيرة أن احنا بنستورد بأرقام فلكية بعض من هذه الحرف وبعض من هذه الأشياء. أظن أنه السوق المصرية يعني فكرة الصنع في مصر ينبغي أن تعود مرة سنة، أن تعود إلى المصريين، وإن احنا نعتز بالمنتج بتاعنا ونقبل عليه. اتنين، إن احنا أيضا في المقابل نجود هذا المنتج لكي يكون صالحا لتسويقه خارج مصر، لأنه
لو شفنا في الاقتصاد الصيني الصناعات الثقافية بتشكل رقم ضخم في هذا الاقتصاد. في الهند أظن الشيء نفسه، في عدد كتير من دول العالم، وإنه دي بقت اقتصاديات كاملة قائمة عليها، إحنا لابد نهتم بها. وأمامنا السوق العربية تقدر تستوعب. احنا ان شاء الله قدامنا سوق 3 ايام من النهارده لمده 3 ايام تقول لكل شعب مصر لحضور ليتفرج على فخامه الانتاج. انا بتمنى ان كل المصريين يجوا يشوفوا هذه المنتجات، لان دي منتجات مش بس مركز الحرف في وزاره الثقافه اللي بيعمله، زي ما اشارت الدكتوره نيفين احنا داعيين عدد من الجمعيات الاهليه، وداعيين ناس اللي هم من النوبه ومن العريش اللي الظروف بتاعتهم ما بتسمحش ليهم انهم يسوقوا منتجهم بشكل كافي لكي نقدمهم للجمهور المصري هنا ويقبل عليهم. أتمنى أن الناس تيجي على الأقل ولو بمنطق أعرف بلدك وأعرف منتجك المصري شكله إيه. كل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وطيبة دكتور. حضرتك طيب. يعني عذرا مرة تانية لمقاطعة حضرتك والجولة بتاعتك، تفضل يا فندم مشكورا. يعني ربما هذه رسالة، تفضل سيادة الوزير، تفضل يا دكتور. ربما هذه رسالة واضحة من داخل سوق الخزف والحرف التقليدية، يعني معرض وسوق يستمر لمدة 3 ليالي من اليوم إن شاء الله، ويستمر لحد 3 أيام. جميع المنتجات بأيدي المصرية من جميع المحافظات، هذه رسالة واضحة من هذا، من سوق الفسطاط للخزف والحرف التقليدية. وعودة مرة أخرى إلى استوديو كل يوم في رمضان. بشكرك شكر جزيل الزميل محمد أبو شنب، وبشكر كمان معالي وزير الثقافة حلمي النمنم، وإحنا كمان هنا